المورد الثالث والثلاثون الكامل الجزء العاشر في صفحة 105 ثم دخلت سنة 88 و500 دخلت سنة 588 هجري قال ابن الاثير ذكر عمارة الفرنج عسقلان في هذه السنة في المحرم رحل الفرنج نحو عسقلان وشرعوا في عمارتها وكان صلاح الدين بالقدس فسار ملك انكلتار جريدة، جريدة اي خيل سار بالخيل بدون رجاله بدون مشاة حتى يصل مسرعا جريدة فسار ملك انكلتار جريدة من عسقلان الى يزك المسلمين من عسقلان الى يزك المسلمين فواقعهم وجرى بين الطائفتين قتال شديد وفي مدة مقام صلاح الدين بالقدس ما برحت سراياه تقصد الفرنج يقول وفي مده مقام صلاح الدين بالقدسي ما برحت سراياه تقصد الفرنج فتاره تواقع طائفه منهم وتاره تقطع المير عنهم يعني هذا ما يسمى بحرب العصابات وهذا يشبه ما وصل اليه الدواعش قاده الارهاب زعماء المارقه في هذه الايام اخذت منهم المدن ورجعوا الى ما يسمى بحرب العصابات عجزوا عن حمايه المدن وحماية الناس فاحتموا بالمدنيين وجعلوهم دروعا بشرية وقتلوا وقتلوا وتسببوا بقتل الكثير وفي تهديم البلاد وفروا وقتل من قتل وفر من فر أيضا هنا حصل العجز يقول فتارة واقع طائفة منهم وتارة تقطع الميرة عنهم يكمل ابن الأثير ذكر قتل المركيس وملك الكنديهري في هذه السنه في ثالث عشر ربيع الاخر قتل المركيس الفرنجي لعنه الله صاحب صور وهو اكبر شياطين الفرنج وكان سبب قتله ان صلاح الدين راسل مقدم الاسماعيليه بالشام وهو سنان وبذل له أن يرسل من يقتل ملك الملك إنكلتار وإن قتل المركيز فله عشرة آلاف دينار فلم يمكنهم قتل ملك إنكلتار فقتلوا المركيز فأرسل رجلين في زي الرهبان من الذي أرسل مقدم الإسماعيلية فأرسل مقدم الاسماعيليه رجلين فارسل رجلين في زي الرهبان واتصلا بصاحب صيدا وابن بارزان صاحب الرمله وكان مع المركيس بصور فاقاما معهما سته اشهر يظهران العباده فانس بهما المركيس ووثق بهما فلما كان بعد التاريخ فلما كان بعد التاريخ عمل الاسقف بصور دعوه للمركيز فحضرها فوثب عليه ذلك الباطني فقتله